الحقيقي بتاع السودان إلى أين؟ الفكرة بتاعته بتقوم على يعني رؤية شباب الأحزاب، رؤيتهم شنو لمستقبل السودان، خاصة مع التطورات الأخيرة والمتغيرات الحاصلة ونتائج الحوار والمطالب الكثيرة بالتغيير. في مشاكل كثيرة، مشاكل اقتصادية، مشاكل سياسية، مشاكل خارجية. تناولت في التقرير ده كل الجوانب، يعني شفت رأي المعارضة، شفت رأي الأحزاب السياسية، المشكلة الاقتصادية برضو قدمنا وجهة نظر الشباب حولها آخر حلقة كانت على المشكلة السياسية، وتناولنا فيها المشكلة بكل جوانبها وكيفية الخروج من الأزمة السياسية اللي بيمر بها السودان، وكيف للقوى السياسية إنها ممكن تشارك وتقدم رؤاها، خاصة القوى اللي ما شاركت في الحوار ولا عندها رأي أو الرافضة المبدأ بتاع الحوار وبتطالب بالتغيير الكلي. أصلاً ما عايز أي حاجة مع الحكومة، ما عايز حوار، بتطالب بالتغيير الجذري. برضو طرحنا رؤيتهم بالإضافة للأحزاب المشاركة في الحوار وتوقعاتهم شنو لنتائج الحوار، وهل ممكن المؤتمر الوطني يلتزم بتحقيق مخرجات الحوار، وإذا ما نفذ حيحصل شنو، والفترة الجاية حيكون الوضع عامل كيف، هل في حكومة انتقالية، حيكون في تغيير، حيكون في فوضى، حيكون في تنمية، حيكون في استقرار. كل الحاجات دي يعني احنا تناولناها في التقرير. الواحد ما بيقدر يعني يتنبأ بحاجة ثابتة لحد الآن، لأنه في 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 كم وجهة نظر مختلفة، في كم توقع، يعني الساحة السياسية كل يوم فيها متغيرات، مشاكل العصيان المدني، في المعارضة المسلحة لحد الآن ما اقتنعت بالحوار. المرحلة الجاية حتكون صعبة نوعا ما على السودان، خاصة إذا المؤتمر الوطني ما التزم بتنفيذ مخرجات الحوار، يعني قد نشهد تغيير لكن حيكون عنيف يعني.